فتحي سعد رئيس الحزب المصري الديمقراطي. هو المؤتمر اليوم لتوضيح وجهة نظر الحزب واختيار مرشح الرئاسي للفترة الجاية. طبعا احنا الحزب عندنا يمكن بيدار بشكل مؤسسي، القرارات بتبقى عن اقتناع بالشخصية، ايه اللي هيفيد البلد الفترة الجاية. يمكن احنا النهاردة مجتمعين وعاملين مؤتمر اعلاني عشان نعلن عن موقف الحزب من كلا المرشحين، ونحن كحزب بنكن كل الاحترام للاتنين مع بعض، انما في اخر المؤتمر ان شاء الله هنعلن عن اسم مرشح اللي احنا هنسنده، وهنسنده باقتناع وبفكر ونحن مقتنعين بمين اللي احنا هنبقى مساندين معاه خلال خوض الانتخابات الرئاسيه الجايه. احنا مطالبنا دايما مطالب شعبيه، يعني احنا دايما طول عمرنا حتى من ايام الفتره بتاعت الاخوان المسلمين واللي احنا شفناه منهم لينا اجنده، لان زي ما قلت لحضرتك احنا حزب مؤسسي، فدايما لينا اجنده مع اي رئيس جاي بنعرض اجندتنا بنتوافق فيها، بنحاول نوصل اللي في مصلحه البلد من خلال برنامج الحزب، من خلال الواقع اللي احنا عايشينه الفتره دي. احنا عارفين طبعا ظروف البلد ماشيه ازاي، ولابد ان الفتره الجايه عايزه شغل، عايزه ان الاتجاه كله يبقى الحب البلد دي عشان نقدر نعدي المرحله دي كلها ان شاء الله.